السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في قناتكم الكسلير. إن شاء الله النهاردة هنحل على ثيم 2 كله أو يونت 2 كله. اعذروني لضيق الوقت، أنا مش هقدر أعمل آخر كونسبت، بس إن شاء الله أي سؤال هيجي في الريفيجن إن شاء الله أنا هشرحه. هناخد موديل إكزام من كتاب المعاصر on theme 2، وبعد كده هناخد المعاصر عامل 10 موديولز، يعني 10 مديولات امتحانات على المنهج كله، إن شاء الله هنحلهم مع بعض. Let's go، يلا علشان ما نأخرش في وقت الفيديو. Choose the correct answer when you move something towards you. أهم حاجة عندي في الجملة دي towards you. Towards you يعني ليك أنت، هو واقف وبتعمل تحرك حاجة لاتجاهك، يعني بتسحب حاجة لاتجاهك. يبقى أنت كده بتعمل إيه؟ pushing ولا pulling ولا light ولا sound energy؟ أكيد أنا لما أحرك حاجة لاتجاهي يبقى أنا بعمل pulling force. Number two بتقول لي the roller coaster has the most energy of motion. نفتكر مع بعض الرولر كوستر. الرولر كوستر يعني قطار الملاهي، عنده most energy of motion، لطاقة الحركة. إمتى؟ يمس ده، وهو نازل، وهو داون، عنده الموشن أعلى حاجة. اللي with it goes up to the top of the hill، دي معناها top of the hill. When it goes down along to hill، when it stop at the top، when it stop at the bottom. ايه رأيكم جريد 4؟ احنا عايزين نقول وهو نازل، يبقى it goes down along the hill، يبقى وهو نازل هتكون ال most energy of motion أعلى حاجة. Number 3 بتقول which of the following statement is correct، أنهي جملة من الجمل دي هي الصحيحة. Cheetah run slower than human، الشيتا بتجري أو الفهد بيجري أقل من الإنسان. Dogs run faster than cheetah، الدوجز بيجري أسرع من الشيتا. شيتا run slower than dog، الشيتا بتجري أقل من الدوجز. شيتا run faster than human، أيوة هي دي الأنسر الصح، إن الشيتا run faster than human. Number 4 the object that has the most kinetic energy، الجسم اللي ليه أكبر kinetic energy is not object، هو جسم ماله. The fastest and the lightest يعني أسرع وكمان lightest وأخف، ولا the slowest أقل أو أبطأ and lightest وأخف، ولا the fastest and heaviest. هي دي الأنسر الصح. الأوبجكت اللي ليه most kinetic energy زي التراك الكبيرة بيكون عندها speed أسرع يعني fastest أسرع، كمان عندها heaviest يعني أكتر في الماس. هنسيب give reason الامتحان أو الإكزامز إن شاء الله عبارة عن choose or put or force or complete. Number 2 بتقول if two objects travel for equal amount of time، لو أنا عندي جسمين، الجسمين دول بيتحركوا في كمية مساوية من الوقت. The object that travel a longer، الجسم اللي هيمشي مسافة تكون longer أسرع أو أكبر distance has a slower speed، لو أنا عندي جسمين هما الاتنين كانوا هنا وفي نفس الوقت واحد فيهم اتحرك أكبر من التاني، هل الأوبجيك اللي ترافل ألونجر اتحرك مسافة كبيرة عنده slower speed؟ أكيد الأنسر بتاعتي wrong. When a cricket bat دي في الكونسبت نمبر 4 بيقول لي لو المضرب بتاع الكريكت، لعبة الكريكت، واحد ماسك مضرب زي مضرب التنس كده بس كبير، hits the ball، لما بيخبط الكرة أو بيصطدم بيعمل collision مع البول، its potential energy الطاقة المخزنة transfer to the ball. لا، ايه اللي غلط في الجملة دي او ايه اللي رونج اللي في الجملة دي؟ الولد ماسك انا هرسم ولد مثلا كده، والولد ماسك الكريكت بات في ايده
ماشي، وبيعمل هيت للبول وبيخبط الكوره كده، فالكوره دي او البولز دي بتتحرك. طب هل الولد او الكيكيت باد ده عنده بوتنشنال انرجي؟ لا، امال عنده ايه؟ عنده كينيتيك انرجي، عنده طاقه حركه اخدها من ايد او الهاند بتاعت الولد. الايد بتاعت الولد عملت ترانسفير للبات او للمضرب، والبات عمل ترانسفير، نقل الانرجي اللي فيه نقلها للبول، بس كلهم طاقة أو حاجة اسمها الكينيتيك انرجي أو طاقة الحركة. يبقى الأنسر دي عندي it's wrong. نمبر 3 بتقول the main difference، الاختلاف الرئيسي between pulling and pushing force is the direction of the force. ايه رأيكم؟ أكيد الأنسر دي أخدناها مع بعض كتير، it's right. ليه؟ البوشنج لو أنا واقف هنا، لو انا بعمل بوش يبقى انا بودي الحاجه كده، لو انا بعمل بول يبقى انا بسحب الحاجه عليا، يبقى هما الاثنين مختلفين في الدايركشن، في الاتجاه. الكلوكس والسيل فونز اند ماتشز اول وركس باي باترز. ايه رايكم؟ احنا حلينا السؤال ده قبل كده مع بعضينا وقلنا اتس رونج. ليه؟ عشان الماتشز اللي هي الكبريت ما عندهاش، ما بتشتغلش بالبتري. اوكي جريد 4، هناخد مع بعضينا نمبر 3 بتقول right scientific term. اول واحدة بتقول a force that you make to change the direction of an object away from you. ايه رأيك يا باتريك؟ القوة اللي انت بتبذلها او الفورس اللي انت بتعملها علشان تغير الاتجاه، make to change of an object away، بعيدا عنك، يعني انت واقف هنا يا باتريك وبتعمل حاجة او بتعمل تشينج الحاجة بعيد عنك او away from you، يبقى انت كده بتعمل ايه يا باتريك؟ برافو عليك، بتعمل pushing force. بتعمل ايه باتريك؟ بتعمل pushing force. يلا ساندي، the form of energy، الطاقة او شكل الطاقة that increases، اللي بتزيد when the speed of an object increases. ايه الطاقة اللي بتزيد؟ increases by speed، by speed increases. ايوه برافو عليكي ساندي، هي الكينيتيك، الكينيتيك energy. نمبر 3 بيقول لي يلا هنا a structure in cheetah's body that sticks into the ground while running. ايه اللي في شيتا اللي بتعمل له sticks؟ يعني sticks يعني بتلزقه في الارض. برافو عليكي هنا، اللي هو الكلاوز او المخالب. يلا يا لبنى، safety equipment. ايوه يا لبنى، ثواني علشان انا دي ما شرحتهاش، دي في concept 4 بيتكلم عن equipment safety او safety equipment، اللي هي حاجات الامان او اجهزة الامان اللي بتستخدم used to prevent، انها بتعمل تمنع الكار passengers المسافرين اللي في السيارة from moving، انهم يتحركوا لقدام forward when the car stops suddenly. عندي اتنين، عندي جهازين، الجهاز الاول اسمه air bag والجهاز الثاني اسمه سيت بيلت، حزام الامان، واير باج يعني حاجه زي الوساده اللي عندك في البيت او المخده بتاعتك اللي في البيت، حاجه كده بتتنفخ. بيحصل ايه؟ بيحصل ان هي بتتنفخ اثناء التصادم او اثناء الكوليجن، وبتمنع ان المسافرين او الدرايفر يحصل له اي اذى. يبقى دي السافيتي اكيوبمنت يا لبنى، او اجهزه بتعمل لنا امان في السياره، اي واحده فيهم صح انك تكتبها. انا هكتب الاير باك. اوكي جريد 4، طب يلا نعمل نمبر بي. كروس اوت ذا اود وورد، ذا سان، الكتريك هيتر، ماتش، راديو. تعالوا نشوفهم. اول حاجه الصن بتديني بروديوس ايه؟ الصن يا مس بروديوس هيت انرجي اور ثيرمال انرجي، الالكتريك هيتر هيت انرجي اور ثيرمال، الماتش يس الماتش يعني الكبريت برضو بيديني هيت اور ثيرمال، اما الراديو لا ده بروديوس ساوند. يبقى مين المختلف فيهم؟ الراديو. نمبر 2 يلا يا اندرو،
potential energy يا أندرو، ولا chemical energy، ولا thermal energy، ولا light energy. أيوة برافو عليك يا أندرو، أنا سمعك وانت بتقول light energy يا مس، علشان light energy I can't see، أنا أقدر أشوفها، بس potential والchemical والthermal I can't see، أنا ما أقدرش أشوفهم. complete بيقول when you kick the ball that standing on land، لما انت بتركل الكرة او تشوت الكرة الواقفة على land it start to ايه، على طول يا مس بتتحرك، it start to move. برافو عليكو يلا جودي. number 2 يا جودي، if the speed، لو السرعة of an object decreases، decreases يا جودي يعني قلت، this is means that its kinetic energy، اللي يحصل لها، ايوه برافو يا جودي، decreases، قلنا ان الانرجي زيها زي السبيد، الانرجي قلت او الكينيتيك انرجي قلت، برضو السبيد هيحصل لها ديكريزس، السبيد حصل لها ديكريزس، الكينيتيك انرجي هيحصل لها ديكريزس، هما صاحبين لبعض او اصحاب، اللي بيحصل لدي بيحصل لدي. طب نمبر 3 يلا مين معايا، كنزي يلا يا كنزي. نمبر 3 when moving object collided with each other، لما يبقى عندي جسمين والجسمين دول يا كنزي يعمل لهم collide يعني يصطدموا ببعض، with each other not is transferred، حاجة بيحصل لها transferred يعني بتنتقل between them، ايه اللي بينتقل ما بينهم، حاجتين يا كنزي يعني ادي بول مع بول او كار مع كار، وحصل لهم ما بينهم كولجن، ايه اللي بينتقل ما بينهم ما بين بعض، ايوه برافو الانرجي، وانا ما عنديش حاجه في المنهج كله بيحصل لها ترانسفيرد الا الانرجي. نمبر 4 فانز، المروحه اللي عندك في البيت بروديوس، بتنتج نقط انرجي، المروحه بتديك ساوند نو، لايت نو، امال ايه، بتديك كينيتيك او ميكانيكال، ممكن نكتب كينيتيك أو ممكن نكتب ميكانيكال. وايل أماتش بروديوس، الكبريت اللي ماما بتولع بيه البوتاجاز بروديوسز إيه، برافو، ثيرمال أور هيت، ثيرمال أور هيت إنرجي. نمبر بي A train، دي مسألة بيقول لي A train travel from Cairo to Alexandria، في عندي قطر بيسافر من القاهرة to Alexandria للإسكندرية، in a distance مسافة، يبقى أنا عندي distance 200 kilometers in 2 hours والtime عبارة عن 2 hours finds its speed، يلا بينا يلا يا نور، السبيد equal ايه يا نور، ايوه برافو عليكي، السبيد يا مس equal distance، برافو يا نور، divided by يا مس التايم، برافو نور. طب يبقى السبيد يا نور equal ايه، الدستانس كام، 200 divided by 2 اللي هي equal كام يا نور، برافو 100 كيلومتر بير اور، ممتازة نور. هنحل مع بعض اول موديل لإكزام على المنهج كله، دول 10 موديلز في كتاب المعاصر، علشان اللي معاه كتاب المعاصر يحل معايا ان شاء الله، لو حليت ال 10 موديلز دول كأنك راجعت على المنهج كله، انت كده مش محتاج تعمل اي حاجة تاني، ان شاء الله لما تنزل نماذج الوزارة كمان هنحلها، يا ريت ممكن وانت قاعد كده تتسلى في البيت تسمع الفيديوهات من اولها، من اول الفيديوهات كل شوية كده تسمع لك فيديو ربع ساعة، انت كده ان شاء الله هتتذكر المنهج كان فيه ايه. يلا بينا let's go نحل اول model exam on unit 1. choose the correct answer. the roots of kabok. kabok مس احنا كان عندنا kabok. yes احنا عندنا 2 trees. احنا كان عندنا شجرتين في المنهج. الكابوك trees ومين كمان؟ برافو الإيكاشيا تريز. النهاردة سؤال على الكابوك. الكابوك تريز are not planted deeply. هي من أنواع الكابوك دي، الكابوك تريز دي الجذور أو الروتس بتاعتها planted deeply، ما كانتش
عميقة لتحت in the soil. ليه؟ علشان الكابوكس دي كانت بي grow in فين؟ كانت في الأمازونز، والأمازون فورست كان كلها رين، كان كلها مطرة. كمان الكابوكس تري أو الأمازون تري التربة بتاعتها كانت سوجي. يعني سوجي يعني كلها طينة، فما كانتش عايزة يبقى عندها planted deeply علشان هي مش كانت محتاجة مية. اللي بيكون محتاج ووتر مية هو اللي بيكون عنده روتس ده لازم تمتد او ديبلي تكون عميقة في الارض. اما السوجي هي مش عايزة مية. تعالوا نشوف ايه الانسر بتاعتي. The soil contains less water. التربة بتاعتها مش محتاج عندها مية قليلة. لا ده هي سوجي يعني عندها مية كتيرة. The soil contains more water. Yes. التربة بتاعتها او السويل بتاعتها كانت مليانة ووتر، كان عندها مية كتير، علشان كده هي ما كانتش عايزة بلانت ديبلي، ما كانتش عايزة تنمو بعمق. نمبر 2، the system responsible for moving your hand. السيستم اللي مسؤول responsible for مسؤول عن moving your hand تحريك ايدك away from dangers بعيدا عن الخطر such as touching a hot cup of tea. السيستمز اللي في جسمك اللي مسؤول ان يقول لك حش ايدك او ابعد ايدك بعيد عن الكاب اوف تي لانه هوت. هل الدايجستيف respiratory النيرفوس استمك. برافو برافو عليكو يا جريد فور. ايه هو النيرفوس سيستم؟ طب نمبر 3 بتقول songs of humpback whales. whales و humpback songs. الويلز عندنا الحيتان اللي كان اسمها humpback وكانت بتعمل songs اغاني in winter في فصل الشتاء are characterized by each of the following except having a high pitched sound. ان له ليها صوت هاي يعني النغمة بتاعته عالية، ولا moving better through cold water، ولا بتتحرك في الكولد ووتر، ولا having soft sound، ولا ليها صوت soft يعني ناعم، ولا having low pitched sound. ايه رأيكو جريد فور؟ برافو. نمبر دي هي عندها التلاتة دول اللي سري دول عندها high pitched اللي هو soft as such as women زي صوت البنوتة بتاعت جريد فور الرقيق، وكمان هي بتقدر moving better through cold water علشان هي الصوت ده بيتحرك في cold water لانها موجودة في الوينتر. نمبر 4 when you move something towards you لسه حلنها لما تحرك حاجة في اتجاهك. this represent ده بيعبر عن ايه؟ برافو عليكو. ده كأني بعمل pulling force انا بسحب الحاجة. نمبر 5 electrical energy الطاقة الكهربائية. operate بتشغل all the following devices بتشغل كل الأجهزة except ما عدا مين؟ راديو بيشتغل بالإلكتريك، كاندل الشمعة. operate by electric no يبقى الشمعة أو الكاندلز هي الأنسر. قلنا مش هنحل جفريزن لأنه مش هيجي في الامتحان إن شاء الله. But right or false. Number one, digestion process. عملية الديجستشن اللي هي عملية الهضم. Begins in stomach. بتبدأ في الستومك. With the help of saliva. Saliva. ده موجود فين saliva ده؟ برافو. ده saliva ده inside the mouth. موجود في الماوس بتاعك. يبقى اسم الستومك موجود فيها saliva؟ No. Number two. Some animals have extra ability that human don't have. الحيوانات بعض منهم عنده extra ability قدرات عالية الإنسان don't have. yes and these extra ability are called super sensory adaptation. إيه رأيكو جريد فور؟ it's right. such as mean such as dolphin and super sensory hearing. برافو عليكو. you are excellent grade 4. number 3 cats have excellent night visions. it's right. while snake and bat are not. ايه رأيكو؟ it's right.
الكات عندها نايت فيجن، عندها رؤية ليلية جيدة جدا. أما السنيك عندها إيه السنيكس؟ ده عندها سنسز ويز هيت، بتحس بالهيت بالحرارة. طب والبات بيستعمل إيه؟ الهيرنج والإيكولوكيشن. نمبر 4 when the air is released backward from the fire extinguishers. أيوة دي فاكرينها لسه أخدينها. الفاير اكستنجوشرز يعني طفايات الحريق اللي موجودة في الكارز عندكم، مالها؟ لما الهواء او الاير بينطلق منها باكورد للخلف، فيكسد تو ا كارت اللي مثبته، الفاير اكستنجوشرز دي اللي مثبته في العربيه الكارت، عربيه السباق. ذا كار موفز باكورد. ايه رايكم؟ السياره بترجع للخلف؟ لا، ده السياره او الكارت بتطلع لقدام، يبقى اتس رونج. اما لو شلنا كلمه باكورد وخليناها فورورد يبقى الانسر بتاعتي اتس رايت. نمبر 5 ذا باس ذات كفرز 60 كيلومتر. لو انا عندي اتوبيس الباص بتاعي والباص ده بيقطع 60 كيلومتر ان 1 اور، السبيد بتاعته 60 متر بير سكند. طب تعالوا نشوف السبيد ايكوال 60 لانها دي الديفيجن ديفايدد باي 1 equal 60. ايه ده يا مس؟ ده الانسر اتس رايت. نو، الانسر اتس رونج. ليه يا مس؟ لان عندي هنا اليونتس بتاعتي كيلومتر، اما اليونتس هنا متر. لو حاش المتر دي خلاها كيلومتر، كمان حاش الاور خلاها سكند، يبقى اتس رايت. يا رب نكون فاهمين. طب يلا بينا ناخد وقت هابن كمان معانا في السكه. The speed of car increases. ايه اللي يحصل لو السياره السرعه بتاعتها زادت؟ according its kinetic. انا مش عايز تقول لي الاجابه غير تقول لي ايه اللي يحصل للكينيتيك. السبيد هتزيد، الكينيتيك سبيد، الكينيتيك هتزيد، يبقى اقول له the kinetic energy will increases. يلا بينا complete the following sentences. As pollution the rate of water impounds. pollution افتكرها معانا معناها التلوث. لو التلوث بتاع المياه زاد، impounds في البرك، and air increases كمان الهواء البوليوشن بتاعته زاد. the number of amphibians. amphibians دي الامفيبيانز دي هي الفروجز والتود والسليمندرز اللي مالهم. طب يا مس معلش احنا نسينا، ممكن تفكرينا؟ حاضر. الامفيبيانز دول اللي هم ممكن can breathe from water and air، ممكن يقدروا يتنفسوا من الهواء وكمان يتنفسوا من المية. طب ايه اللي يحصل لو الامفيبيانز دول البوليوشن زاد في الاير وكمان زاد في الووتر؟ الاعداد بتاعتهم هيحصل لها decreases ولا increases؟ اكيد هيقلوا ويموتوا يا مس يا حرام، يبقى يحصل لهم decreases. نمبر 2 the نقط is the organ. organ يعني عضو. that send information اللي هو بيبعت information معلومات to the brain. when you smell لما انت تشم the scent of a nice perfume لما انت بتشم ريحة برفان جميل. مين اللي بيعمل كده؟ النوز. برافو عليكم. نمبر 3 بتقول when the lens in your eye can't focus the light. لما اللانس العدسة في عينيك can't focus the light ما تقدرش تعمل تركيز لللايت properly بطريقة صحيحة. this is cause vision. ده بيسبب ايه؟ ده بيسبب حاجة اسمها blurry. يعني blurry مس؟ يعني ضبابية. يعني ايه ضبابية؟ يعني انا ما بقدرش اشوف او شايف الحاجة بس مش متأكد منها. قولوا معايا blurry. blurry يعني ضبابي. يعني ضبابي يعني انا مش متأكد من الحاجة. اللنس بتاعتي او العدسات بتاعت عيني مش قادرة can't focus the light. number 4 to increase the speed علشان تزود السرعة of a moving car we need to not the force that act on it. علشان تزود السبيد you need to increase لازم تزود الفورس. number 5 when a moving car hits at free. يما يكون عندي سيارة والسيارة دي عملت hits اتصدمت مع شجرة
A part of not energy of the car. عندي قوة أو طاقة موجودة في السيارة. It change into not energy which you hear it. عندي جزء من الانرجي اللي في السيارة. أكيد الجزء ده اللي هو إيه؟ الكينيتيك. الكينيتيك انرجي لما السيارة الكار تعمل هيتس. لو اعتبرنا ان دي التري ودي الكار، الانرجي اللي عند الكار هيتنقل للتري عن طريق، او الانرجي ده عبارة عن كينيتيك انرجي وهيتحول لساوند. انا هسمع صوت هير، هسمع صوت الاصطدام او البوب. classify عايز يقول لي يعني قول مين pulling force ومين pushing force. اول واحدة typing on a keyboard، انك انت تكتب على الكيبورد بتاعت الكمبيوتر بتاعك، ده اكيد push، انت بتدفع الزرار او بتعمل press للزرار لأسفل down. number two lifting a pack، انك انت بترفع او بتسحب pulling الشنطة بتاعتك. number three moving a chair away from way from you، انت بتعمل تحريك الكرسي away from you بعيد عنك، فانت بتعمل له push. number four kicking a football، انت بتشوت الكرة فانت بتبعدها بعيد عنك، فبرضو دي push. number five closing your room's door، انت بتقفل الباب بتاع اوضتك from inside من جوه the room، يبقى انت بتعمل له ايه؟ بتعمل له push، يبقى number 5. number 6 opening the door of a refrigerator، انت بتفتح باب التلاجة فانت كده بتعمل pulling force. number 4 write the scientific term the part of the kapok tree، شجرة الكابوك which is supported by the buttress roots، اللي مدعم ب buttress roots. فاكرين معايا ده عبارة عن ايه؟ برافو عليكم. الجزء اللي موجود في الكابوك تري اللي بيدعم الباترس روت او بيدعم الجذور هو الترانك. يعني الترانك يعني الساق بتاع الشجرة. number 2 deliver message between the spinal cord and different body organs، مين الدليفري اللي بياخد المسج من السباينال كورد؟ برافو عليكم النيرفس، ممتازين. grade 4 number 3 the short pips in Morse codes، احنا قلنا ان المورس كودز has two pips and short pips and long pips. short pips هي الدوت، الدوت اللي هي النقطة، واللونج بيبز اللي هي الدعش. number 4 it is the force that exerted، إيه القوة المبذولة when object rub، وقلنا الكلمة دي كلمة مهمة معناها احتكاك أو تلامس وتساوي كلمة friction. إيه الفورس اللي بتعمل أو بتبذل لما الأوبجكت راب against each other، لما أنت تعمل راب ما بين إيدك والتانية أنت كده بتعمل friction force، قوة احتكاك friction force. number 5 one of the measuring units of time، إيه هي وحدة من وحدات قياس التايم؟ أكيد عندي السكند وأكيد عندي الأورز وكمان عندي المينتس. number B find the speed of runner if you know that covers 300 meters in the second 6 seconds، عندنا السبيد السرعة equal distance divided by time، and the distance equal 300 divided by 6 اللي هي equal 50 meter per second. وبكده نكون خلصنا grade 4 model 1. استنونا ان شاء الله في model 2 لغاية model 10 اللي موجودين في كتاب المعاصر. ربنا معاكو، استنونا اشوفكم بخير. يا رب اللي استفاد من الفيديو او اللي عجبه يعمل له شير ويعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. باي باي.